ما حكم من ترددت نيته في صوم القضاء بين الإفطار أو إكمال الصوم؟ لكنه صائم. إيه أمسك بعد الفجر. بعد الفجر ولا قبل؟ لا بعد الفجر. يعني ما نوى إلا بعد الفجر. أي نعم. لا ما صح صومه. ما دام ما نوى إلا بعد الفجر ما صح صومه. هل يقلبه نفل؟ هذا على قول من يقول إنه لا يصح النفل قبل أداء القضاء، ما يصح أن يقلبه نفل. وعلى القول الثاني يصح، لكنه لا يعتبر من أيام الست، لأن أيام الست لا تكون إلا بعد قضاء رمضان. طيب يا شيخ، وهل أما من صام ونوى الصيام قبل الفجر واستمر وفي أثناء النهار تردد هل يتمم أو يقطع؟ هذا في القضاء، قضاء أو غير قضاء. طيب في رمضان لا يمكن أن يتردد الإنسان لأنه لا بد أن يبقى، لكن في القضاء فهذا لا يبطل صومه على القول الصحيح، وذلك لأن نيته الأولى جازمة والتردد لا يقضي على المجزوم به. أفهمت؟ ومن العلماء من قال إذا تردد في أثناء اليوم هل يتمم أو لا بطل صومه، والصحيح أنه لا يبطل، بخلاف الذي لم ينوي إلا بعد طلوع الفجر، هذا ما لا يمكن أن يكون أن يصح قضاءه. نعم.